حويش، جاية من فلسطين، صار لي 3 سنين في مصر. جايين نقف هنا في الوقفة الفلسطينية علشان يعني لو على الأقل إحنا مش نعرف إنه بيعملش إشي عندهم على القدس ولا بيخلي اليهود توقف ضرب، بس على الأقل معنويا نقف معهم ويشوفونا إن إحنا معاهم وما يخافوا ويستمروا، وإن شاء الله بالدعاء وبالوفاة وكل شيء يكون معهم. أنا عاملة اتحاد المساعدة التجمع مسؤول أعلام الجبهة المحتجة نساء مصر. هي المفروض كانت تبقى واقفة احتجاجية للشموع، ده طلعت حرب، بس احنا ما عرفناش ناخد تصريح أمني عشان بتوصل الانتخابات والظروف الأمنية بتسمح. الرسالة احنا كنا عايزين نقف عشان نوصل رسالة للعالم كله ان احنا الشعوب العربية والشعب المصري ضد الانتهاكات اللي بتتم لفلسطين الصهيوني واخواتنا الفلسطينيين، وبنحيي القادة الفلسطينية الثالثة وبندعمها كل قوتنا، وبنقول ان انتوا الشرف العرب بتحافظوا على القيمات الدينية الإسلامية والمسيحية. اسمي رنا درويج، مصرية بس فلسطينية في مصر. احنا جينا هون بنشارك بهاي الوقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني عشان اللي بيصير بالقدس. يعني جينا هون عشان نورجي العالم انه مهما صار احنا لسه بندافع عن ارضنا، حتى واحنا بعيد عنها بنقاوم ولو في جزء صغير من حقنا، يعني الشيء الاكبر في بلدنا. يعني بس ان شاء الله الله يسلم الحال ويكون مع اهلنا في فلسطين دول عربية مؤثرة، يعني دليل انه يعني رغم الاعمال بيصير في فلسطين، يعني الدول الاجنبية هي اللي واقفة معنا، هي اللي بتطلع ومظاهرات عن القدس بتدافع. يعني وبعدين القدس مسؤولية للعرب كله مش بس للفلسطينيين، فان شاء الله ان شاء الله يفوقوا من اللي هم فيه، وان شاء الله الله يسلم الحال ويرجع القدس رح تطلع عربية مهما صار. Yeah.